في المقابل بقى بيبقى عندنا ثلاث حاجات يجب ان انت تمارسها. ماشي، احنا عرفنا كده الثلاث ممنوعات، ايه بقى الثلاث حاجات المفروض ان احنا نمارسهم؟ رقم واحد، مارس اللي انت بيرضيك. يعني واحد مثلا بيشتغل شغلانه عشان هي دي المتاحه، اوكي خليها دي وظيفه وتشتغل منها، بس في المقابل هل انت بتعمل حاجات ترضيك في حياتك؟ انا مثلا بشتغل في مجال السيكولوجي والتنميه البشريه مش عشان اكل عيش في المقام الاول، عشان انا بحب الموضوع ده. بالزبط. انا بعمل حاجه بترضيني، اللي هي فكره ان الانسان يجب انه يحافظ على هواياته، ولو اتحولت ان هوايته هي دي شغله يبقى افضل بكتير. النقطه دي بتعلي من قيمه الانسان بنفسه بشكل كبير جدا. رقم اتنين، ابتدي مارس السعي، يعني نقصد بايه السعي؟ واحنا بنحاول بنفشل، ما فيش حد بيحط خطه بيقدر يلتزم بيها 100% او بيبقى ضامن نتائجها. الضمان ده بتاع ربنا، احنا ما ملناش اي حكم عليه. انت النهارده بقى وقعت، قادر انك تقوم تاني؟ كل ما يكون عندك المبدا ده انك لما بتقع تقوم تاني وبتجرب مره كمان، بنفشل عادي، تحصل. والحاجه بقى الثالثه، ما تربطش فشلك بقيمتك. يعني انت النهارده دخلت ماتش او دخلت امتحان ما توفقتش فيه، انت فشلت في دي، مش انت فاشل. فكرة ان الانسان يصدر حكم عام على نفسه دي فكرة في منتهى الخطورة، لانها بتحاوط شخصيته. بالزبط. واحد النهاردة مثلا سقط في امتحان فيزياء، هو مش موفق في الفيزياء، لما هو يقول على نفسه بقى ان انا فاشل او يبتدي يفكر فاشل بقى في التعليم عامة، فيقول لا ده انا مش في التعليم بس، ده هيبتدي بقى يتعامل مع نفسه ان انا فاشل في كل حاجة، جوه التعليم وبره التعليم وفي الشغل وفي البيت، هو اصدر حكم محكمة على نفسه. ما ينفعش احكم على نفسي خالص. خالص. المبدأ هنا بيقول ما ينفعش ان احنا نحكم لا على نفسنا ولا على الناس. احنا بنحكم على قد الموقف. في مشكله بقى دايما بتقابلنا، حضرتك خلصت الثلاث واجبات؟ الاول ماشي، يبقى ثلاث ممنوعات وثلاث واجبات لازم ايه نلتزم بيهم. في بقى مشكله تانية رهيب، الناس دايما بتبقى عايزه انا بفكر دلوقتي انا عايزه ايه من استاذ احمد، لا استاذ احمد ما قالش اللي انا عاوزاه، فانا لا انا زعلانه منك بقى واخد منك موقف ونبعد وما نتكلمش ونتخاصم عشان انا مستنيه منك حاجه معينه انك تقولها لي وانت ما قلتهاليش. طب ما هو احنا مش بنفكر نفس التفكير وانا ما دخلتش جوه اللي قدامي. بالظبط. دي اسمها لعبه سقف التوقعات. ممكن بقى نعمل ايه؟ لعبه سقف التوقعات هي واحده من ابرز الالعاب النفسيه اللي بنعملها بدون وعي، وبتخلينا بنخسر بعض والناس بتتخانق مع بعض في العلاقات والصداقه. طبعا ده معظم طبعًا. الناس بتتعامل بنفس الكونسبت ده، لا انا ده واحده ومخطوبه مثلا، لا انا خطيبي ما قاليش كذا، لا انا ما خدنيش في المكان ده على فكره وما يعرفش انت عايز تروحي المكان ده، وتقول له انا كنت مستنيه منك كذا. ايوه انت ما قلتيش انك مستنيه. ايوه اعرف منين؟ طبعا في حد ادنى من التعامل البشري لازم نكون مراعيينه، فده بيبقى سقف التوقعات السوي اللي هو اللي فيه الذوق، اللي فيه الاحترام المتبادل. دي حاجات مش تبع سقف التوقعات، لا دي اساسيات التواصل.